بالنسبه للعمل ديالنا حنا ديما خصنا على نكونوا على استعداد ونوجدوا للزبائن ديالنا فرجه ممتعه ونوجدوا ليه يكون 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 في الفرجه ديالو يتمتع ولا في الصوت لا في الصوره لا في اي حاجه فهمتي. والحمد لله حنا تيكون عندنا متاعب كاين الحمد لله دائما تيكون حجز وحنا الثمن تنديروا ثمن اللي هو مناسب. من خلال هذه القضيه هذه كاينين شي مقاهي اللي تيرفعوا الاثمنه هذا اشكال غير فهمتي مسبق لي. حي شعبي يعني تنديروا ما بين 10 دراهم حتى 15 درهم ثمن اللي هو مناسب لجميع الزبناء فهمتي وتنهيئوا لهم الفرجه اللائقه الممتعه. والحمد لله واخا تيدرسوا الكيسان وتدرسوا الكراسه ملي تتكون النتيجه ايجابيه تنساو حتى حنا ذاك الهم وفيفا لو ماروك كما سميتو. نتمنوا المنتخب المغربي يجيب نتيجه ايجابيه 2-0 ان شاء الله. لا العمل ديالنا اخويا اليومي بخير وعلى خير الحمد لله. غير هو فاش تيكون لاعب المنتخب اخويا كون عندنا واحد شويه الحماس واحد شويه اش نقول لك اخويا العزيز تكون داك الجو ديال المنتخب شي حاجه فريمون واعره وبغينا المنتخب يمشي بعيد في هذا المونديال. الحمد لله حنا دابا راه في النصف اخويا العزيز في النصف مع فرنسا وحنا كما ما خلعتناش البرتغال وما خلعتناش السبليون وما تخلعنا حتى اي منتخب ما يخلعناش. ديالنا بخير وعلى خير اخويا الحمد لله بخير وعلى خير. الناس تيجيو تيريحوا تيخلصوا مسائل تمشي بخير وعلى خير تيربح المنتخب الناس منتظمين واخا ذلك المغاربه راه واخا هكاك راه برافو عليهم اخويا في هذا المونديال شرفونا. ضروري اخويا تيكون حاجه مسبق للكراسي تيكونوا الكراسي دابا بحال دابا حنا تنكريو تقريبا عندنا حنا واحد هنا واحد 100 كرسي تنكريو ضروري واحد 70 و80 كرسي اخرى حيت تيكون الطلب على المنتخب راه منتخب وطني هذا علاش تيكونوا الناس على برا وتشجيع هتافات الناس جالسين على برا واقفين على برا تيتفرجوا ما لقاوش مازال الكراسه مسكن في الجلس كل لقيناهم جلسوهم نص ساعه كل عندنا شي شاشه كبيره دابا نديروا نص ساعه خويا ونخلوا الناس يتفرجوا. التسعيرات اخويا كاين هنا الفوق دايرين كيلي داير 30 35 اغلبيه هنا 30 35 25 حنا 15 اخويا حنا ولاد الشعب ومع الشعب وما غنفوتوش الشعب وحنا مسالين ديال الرسمي ان شاء الله ديال المنتخب كاع والله يسهل عليهم والله يوفقهم اخويا واليوم مربوحه مع فرنسا ان شاء الله. دابا جيت مع 10:30 للقهوه باش نحجز البلاصه لقيت القهوه كلها محجوزه والله العظيم ما لقيتش بلاصتي. المهم غادي يشوفوا ما كيديروا يديروا لنا ان شاء الله بلاصه. قهوي كلهم ريزيرفي كلشي عامر كلشي الحمد لله هادشي بالعكس تيفرحنا حيت المنتخب المغاربه كاملين الحمد لله وراء المنتخب اليوم ان شاء الله باش يديروا شي نتيجه ايجابيه. الثمن ما تيهمش هو غالي شي شويه ولكن والله ما تيهم في سبيل حتى حنا زعما المنتخب ديالنا نعطيو اللي قدامنا واللي مورانا حيت تا هما عاطين جهدهم اكثر من جهدهم الحمد لله. الثمن ديال 20 درهم الكرسي زعما البواسون هو بطبيعه الحال الفرجه في الدار كتحجم شويه وكتقلص من ذاك الحماس اللي كيكون. اذا كانت الفرجه يعني مثلا في ديزيسباس هكا اوفير يعني كيكون احسن يعني كيكون واحد الامبيونس كيكون واحد النشاط اللي كيعطي ذاك لو شارم ديك الفرحه ان شاء الله اللي غادي تكون مع نهايه المباراه ان شاء الله. وهو هذا هو الاشكال اللي كاين يعني بالنسبه للمقاهي بعض الخطرات كتجي معول انت كتكون كليون كتكون يعني زبون وبالتالي كتجي ما كتلقاش المكان ديالك وانما هي بطبيعه الحال كاينين اكراهات ولكن تبقى ديك لومبيونس كما قلنا ديال اللما ديال ذاك الجمهور ديال هذاك الادرينالين اللي كيكون مع اي هجمه ولا مع اي هدف فبطبيعه الحال في المقاهي كتكون عنده واحد الشغم اخر. بطبيعه الحال هو اجواء استثنائيه لانه تقريبا راه قهوه الا كانوا عدد المقاهي عدد يعني عدد ديال الكراسي اللي في المقال اللي غادي نجمعوا واحد العدد معين فانه راه كيدوبل لانه شحال من واحد كنشوفوه واقف شحال من واحد مثلا كيجيب كرسي اخر من بلاصه اخرى باش يتفرج وبطبيعه الحال هذا كيعطي واحد الجماليه للحدث ككل. وكلشي غادي يتفرج وان شاء الله مربوحه مربوحه مربوحه.